حدادا على من سقطوا من الشباب المطالبين بحياة حرة وشريفة. أوقد شباب قضاء سامراء الشموع ووقفوا دقيقة صمت على أرواح المتظاهرين الثائرين المحرومين الذين لا يجدون ما يؤمن لهم ولأولادهم لقمة العيش، وباتوا على حافة الموت جوعا وقهرا. ناشطون مدنيون قالوا أن الدماء التي سقطت كانت من أجل الحرية وهم يستحقون منا الكثير. نوجه رسالة من مدينة السلام، مدينة سامراء، وحدادا لكل شاب سقط في الاحتجاجات في المظاهرات السلمية الذي نالتهم يد، نتمنى لها القطع في هذا اليوم، وكل شاب سقط نتمنى له تمثالا ما ذهب أن ينشأ له، لأنه هذا الشاب هو تمثال يعني الحرية. وفي بغداد وتحت نصب الحرية، أوقد مجموعة من الشباب الشموع ليلا في ساحة التحرير حدادا على أرواح المتظاهرين الذين سقطوا خلال الاحتجاجات في بغداد والمحافظات. واندلعت الاحتجاجات العراقية نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية التي تشهد تدهورا على جميع الأصعدة، للمطالبة بتحقيق إصلاحات حقيقية تقضي على الفساد والفاسدين.